موضوع الكورس بدأ ان لقيت محمد علاء الاونر بتاع سي بي سي اتصل بيا قال لي ايه رايك نعمل كورس فاين ارت هنا. فجت فكره ان احنا نشتغل في الفاين ارت. منا موهوبه جدا في الفاين ارت وتقدر تطلع افكار او هي عندها فيجن معينه تقدر ان انت تطلعها في الصوره. ويمكن من هنا كان انطلاق في التفكير في كورس الفاين ارت. بدانا نقول ناس عندنا كتير قوي موهوبه بيبقى عندها افكار وعندها سكتشز مثلا في دماغها هي عايزه تطلع صوره زي كده ودرست فوتوغرافي ودرست لايتنج ومحتاجه انها تفهم ازاي طريقه التفكير بتاعه الفاين ارت. فعجبتني الفكره انه مفيش مكان في مصر كان عمل الموضوع ده قبل كده لان مفيش حد بيهتم بالفاين ارت فوتوغرافي في مصر او محدش شايف ان هو يمكن اغلبيه الاهتمام على فكره في مصر بالكوميرشال فوتوغرافي الحاجات اللي هي بتجيب فلوس. ولكن الفاين ارت في بداياته او الناس اللي بتشتغل فيه بتبقى هي ناس هاويه او حاطه في دماغها فكره معينه وعايزه تطلعها وممكن بعد كده يتحول لكوميرشال فوتوغرافي يعني لو في اعلانات او حاجه زي كده. اول يوم ابتدينا فيه كانت الناس داخله مش مجمعه الموضوع ومخضوضه ولا احنا مش مجمعين الموضوع ويعني ايه الفرق ما بين الفاين ارت وبقيه انواع التصوير. ناس كتير جدا ما كانتش عارفه يعني ايه فاين ارت. ناس كتير جدا كانت متخصصه ايه فاين ارت كورس. لا مش هقدر احضر لان انا شايفه ان هو مش مفيد قوي زي الفوتوغرافي والكاميرا واللايتنج لا هو كورس بيعتمد على الفيجن بيعتمد على دماغك. يمكن ده موضوع مختلف شويه في الفاين ارت ان الكورس بيعتمد على دماغك بس مش لازم الحاجه تبقى فظيع جدا في التصوير او فظيع جدا في اللايتنج ولكن لازم دماغك تكون بتشتغل. طيب ازاي هنشتغل في كورس الفاين ارت؟ هنشتغل على 3 مراحل. ايه الثلاث مراحل اللي هنبدا ان احنا نشتغل عليهم؟ اول مرحله هي مرحله البرين ستورمينج. تعالوا اقعدوا مع بعض الناس اللي جايه دي واكيد الناس اللي جت واشتغلت في الفاين ارت كورس او اشتركت في فاين ارت كورس بتتكلم ان انا عندي في دماغي حاجه وعايز اطبقها. انا جايه هنا عشان او انا جايه هنا عشان اطلع فكره. عملت انا فكره وريتهم سكتش وريتهم ريفرنسز حاجات انسبيريشن جاب لي الفكره دي. ف بدانا منك طرح الثيم معين وبدات انها تصوره. يمكن كان ثيم رعب شويه كده كان حتى الميك اب كان مخيف والموديل كانت شكلها اتحول قوي ما بين قبل وبعد ولكن كان ثيم غريب. كان كونسبت انسبايرد باي كذا فيلم بلاك سوان ماليفيسنت. عملت كومباينيشن ما بين الاثنين كاركتر واحد. بدات انها تجيب الموديل تشوف موديل مناسبه للي هي بتفكر فيه. بدات انها تعمل لها ميك اب يعني منها نفسها اللي اشرفت وصورت وعملت ميك اب حتى للموديل. بدات انها تعمل لها ميك اب وبدات انها تغير شكلها خالص عشان يشتغل مع الثيم اللي هي ايه اللي هي هتنفذه. صورنا فعلا اليوم ده صورنا اوت دور وصورنا اندور في الاستوديو عشان يعني نكسبيرمنت اول كايندز اوف لايت. السيشن اللي بعد كده كانت الاديتنج بتاعي شرحت لهم ازاي عملت اديت. اديت لهم كي وورد كانت نوستالجيا. يمكن نوستالجيا الناس كلها اتخضت ايه ده احنا هنشتغل ازاي في نوستالجيا ازاي نقدر ان احنا نحول الصوره اللي قدامنا لحاجه قديمه او الواقع اللي قدامنا لحاجه قديمه.
في الاول برضو اتخضوا لا وكلمه صعبه وهنعمل فيها ايه ومش هنعرف ومش هنطلع حاجه. بدات نوستالجيا وانا ما كنتش مقتنع. انا كنت حاسس انها صعبه على الناس، ولكن قالت لي لا الناس هتعرف، الناس لما نحطهم قدام الامر الواقع هنقدر نطلع صح. واحده واحده بدات اشجعهم واقول لهم اكيد عندكم اليمنتس في البيت، حاجات قديمه، احنا الشعب المصري بيحب يقتني اثريات ويخليها عنده في البيت. بقت الناس تطلع من تحت السرير الشنط القديمه، الساعات القديمه، اللبس القديم، بدانا نشوف حاجات انا صراحه ما كنتش شفتها قبل كده. بدانا ننزل ندور على لوكيشنز كتير واتسحلنا كتير الصراحه. الشباب اتسحلوا، ناس كانت بتنزل وتروح العباسيه وتروح مصر الجديده ومصر القديمه ووسط البلد لفوا عشان يجيبوا لوكيشن ينفع نصور فيه وينفع نطلع منه الثيم الاساسي بتاعنا اللي هو ايه؟ نوستالجيا. جبنا موديل، الموديل طبعا كان لازم يبقى شكلها ستيناتي سبعيناتي، ودي كانت صعبه جدا ان انت تجيب موديل. الموديل نفسها لما تشوفها كده في 2014 الموديل دي جايه من سنه 70 شويه وهتمشي هتروح، ويمكن منا تعبت جدا وتعبنا وكنا بنجيب موديلز من هنا ومن هنا ومن هنا ونشوف لا دي ما تنفعش دي 2014 قوي، لا احنا عايزين حاجه قديمه. فمنا بدات انها تدور ولقيت فعلا الموديل، يمكن كانت الموديل الروسيه على فكره مش مصريه. Everybody wants to be a cat because a cat's the only cat who knows where it's at. لقوا اللوكيشن الحمد لله ولقوا الموديل، يلا بينا نصور، يلا هاتوا الاليمنتس اللي معاكم في البيت. بدات الناس تجهز كل الاليمنتس اللي معاها في البيت عشان تقدر انها تطلع ايه الصوره اللي هي عايزها. نزلوا الشوتنج وبدا كل واحد عنده فكره وعنده سكتش معين في دماغه ان هو يقدر ان هو يطلعه في هيئه صوره. بس الحمد لله لقينا موديل ولقينا مكان وظبطنا ميعاد الشوتينج وكل واحد جاب اليمنتس قد كده من بيته. I've heard some corny birds who tried to sing. Still a cat's the only cat who knows how to swing. Who wants to dig a long-haired gig and stuff like that when everybody wants to be a cat. A square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. But with a square in the act, you can set music back. نزلوا الشوتينج وبدأ كل واحد عنده فكرة وعنده سكتش معين في دماغه ان هو يقدر ان هو يطلعه في هيئة صور. طلعنا صور حلوة جدا الحمد لله. Because a cat's the only cat who really knows where it's at. When playing jazz, you always has a welcome man. Cause everybody digs a swinging cat. اعتقد ان هو اكتر كورس ممتع انا اخدته. زعلت جدا ان احنا خلصنا، كان نفسي يقعد شويه كمان. الناس ايه ده، احنا عرفنا نطلع صور، احنا فعلا السكتش بتاعنا والفكره الاساسيه احنا عرفنا نخدمها وعرفنا نطلع منها صوره حلوه. ونزلنا وصورنا وكان يوم لطيف جدا والناس اتبسطت. اليوم ده كان لذيذ قوي، كنت حاسه ان احنا في بيكنيك كده، كلنا خارجين مع بعض فسحه. بس فسحه من نوع خاص، فسحه بنتعلم فيها وبنهزر فيها وبنضحك فيها. فسحة منا بتدينا فيها من خبراتها وبتحاول انها تقوينا اكتر. احنا منا كانت طلبت اننا نعمل سكتشز، ده سهل كتير علينا قوي ان احنا يعني نعمل سكتش الصورة رسم كروب عادي، بحيث ان هو يسهل علينا ان احنا نيجي وقت التصوير يبقى الفكرة كلها حاضرة في دماغنا. قبل ما اخد الكورس كنت فاكرة ان الصور اللي هي بتاعة الفاين ارت دي بتبقى كروب وكاتنج وصورتين نلزقهم على بعض بتطلع الصوره دي. حاجه مش مألوفه زي بقيه الصور، ان هي حاجه جديده، حاجه فيها افكار كتير، حاجه ان انا ممكن اطلع الحاجات اللي في دماغي اللي انا ما كنتش اقدر اطلعها من الصور العاديه. ازاي الـ 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 الحاجه الاضاءات الـ الـ اللوكيشن اللي انا اخترته فرقت معايا في ان انا لما باجي عايزه اتخيل ايمج هصورها بتخيل كل حاجه، مش بتخيل مجرد بس ان انا عايزه اصور الكرسي وعليه حاجه وخلاص او عليه بيرسون او عليه موديل، لا انا بتخيل اللوكيشن كله زي ما هو
وازاي ان انا ممكن اصغر حاجه اشوفها قدامي ان انا ممكن اطلع منها فكره جديده. ومن هنا بدات الناس تاخد الصور بتاعتها تقول لا الصوره دي مش تنفع الصوره دي هتنفع. انا عرفت فعلا اخدم الموضوع الرئيسي بتاعي هو نوستالجيا، وبداوا رجعوا تاني على الكلاب هنا عشان يشتغلوا في البوست بروسيسنج ازاي تدي ثيم للصوره انها فعلا تبقى قديمه تبقى 60 70 وهكذا. اتفرجنا على الصور وظبطنا اديتنج والناس كانت مبسوطه جدا ما كانواش مصدقين ان هم مطلعين الصور دي. فلا فرق كتير، استفدت كتير جدا منه وتعبناها معانا كتير. في الاخر بداوا يكتشفوا ان يعني مش لازم يبقى عندي امكانيات تحفه وكاميرا غاليه ب 20000 جنيه عشان اطلع صور زي الناس اللي بتطلعها بره. الفكره كلها مش في الايكويبمنت، مش في كميه الصرف اللي انت بتصرفه قد ما الموضوع كله في الايديا بتاعتك هتطلعها ازاي. انا سعيد جدا بالتجربه، سعيد جدا ان احنا قدرنا نطلع حاجه زي كده في كايرو فوتوغرافي كلاب، وان شاء الله نكررها كتير لانها ناس كتير قوي قالت لي شكرا عشان طلعت الفكره في دماغي. بتمنى ان الناس تشارك معانا في كورسز بعد كده، فاين ارت كورس منها تبقى موجوده ومنها تحاول انها تجيب افكار جديده ونتسحل تاني ونصور تاني ونطلع صور زي ما احنا كنا بنفكر. Can I introduce myself? Yes, please. Okay. Ali Soti? Okay, كويس؟ كمان؟ طيب. Okay. يمكن الكورس فاين ارت كورس كان حاجة مختلفة جدا ان احنا نقدر ان احنا نفتح. ما بصلي يعني ايه ده؟ لا انا مش بصلي. هو انت هتفضل بس لخير كده طول الفيديو؟ اه. لا رخمة. استنى بص لمين؟ طب ايه افهم بس الفكره، ايه الفكره؟ انا ابص لك احكي لك بعد. لا اه الكلاك ده هقول لك عليه. لا ان انا ابص لك ما ابصش لللينس. بص عايز تبص لللينس؟ هو مش اللينس المفروض ابقى ابص لللينس؟ انا بعمل فيلم كانه دوكيومنتري فالدوكيومنتري دايما بيبقى بيبصش. بصراحه انا فرق معايا كتير جدا في حاجات كتير. نعم نعم انا مش مستاهل اجيب الكلام. خلاص هو انا اللي خلاص ولا انت اللي خلاص؟ انا خلاص. انت خلاص؟ اه.